بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم متابعينا الأعزاء من كل مكان مع موعد مباراة النادي الأهلي بعد الهزيمة أمام صن داونز. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تلقى النادي الأهلي خسارة قاسية على أرضه ليطوي بذلك الأهلي صفحة المسابقة القارية ويعود لمنافسات الدوري المصري الممتاز حين يلاقي نادي فاركو الصاعد حديثا في المباراة التي سوف تجمع بينهما على استاد الأسكندرية بالجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وسقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، ليتوقف رصيد النادي الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط. بالنسبة لتشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام فاركو، في حراسة المرمى محمد الشناوي، قلب الدفاع ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، في خط الوسط عمرو السوليه واليو ديانج، في الخط الامامي كل من محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، احمد عبد القادر، ويقود هجوم النادي الاهلي محمد شريف. بالنسبه لموعد مباراه الاهلي وفاركو، تقام المباراه بمشيئه الله اليوم الثلاثاء الموافق 1/3/2022 على استاد الاسكندريه، وتنطلق صافره بدايه اللقاء في تمام الساعه 7 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، الساعه 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا ولبنان والاردن، الساعه 9 بتوقيت السعوديه والكويت وقطر، الساعه 10 بتوقيت الإمارات. نستنى إن شاء الله توقعاتكم لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. أشكركم لحسن المتابعة، كان معكم محمد أحمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.